أحدثكم اليوم عن أكثر الفيتامينات إفادة لعرق النسا. عرق النسا هو شعور بالألم يمتد على طول العصب الوركي. يبدأ العصب الوركي من الفقرات القطنية ويمر عبر القسم الخلفي للساقين وينتهي في أسفل القدمين. إنه أطول الأعصاب في الجسم وأدخنها، ويمكن أن يسبب الكثير من الألم، خصوصا عند قيادة السيارة مدة طويلة أو الجلوس كثيرا أمام المكتب. يحتاج العصب الوركي لفيتامينات معينة ليؤدي عمله بشكل صحيح. إن نقص فيتامين B2 الذي يدعى الريبوفلافين يلحق أبلغ الضرر بهذا العصب، كما أن نقص عناصر غذائية أخرى أيضا يسبب عرق النسا. نقص فيتاميني B12 وB1 على وجه الخصوص، أنصح بتناول مجموعة فيتامينات B كلها للتأكد من حصول الجسم على ما يحتاج. أنصح أيضا بتناول البينفوتامين، نوع من فيتامين B1 الذي ينحل بالدهون. البينفوتامين ذا قيمة كبيرة لحالات الاعتلال العصبي المحيطي، أي الألم في أسفل القدم. سأخبركم بأعراض أخرى لنقص فيتامين B2. 1- الاعتلال العصبي المحيطي أو تلف الأعصاب المحيطية، أي أعصاب الذراع والساق. 2- ضعف الأطراف. 3- الآفات والمشكلات الجلدية. 4- تورم الفم واللسان أو احمرار اللسان. 5- انهيار الجهاز العصبي. وأقصد هنا الغمد الميليني، أي الغلاف الخارجي حول العصب سيرتبط بالاعتلال العصبي المحيط. تشقق وجفاف الكعبين بسبب نقص فيتامين B. 7- البشرة الدهنية وخاصة حول الأنف. 8- فقدان السمع. يعود السبب في نقص فيتامين B2 إلى عدم تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين أو للمشكلة في الأمعاء، وهذا الأكثر شيوعا. مشكلات الأمعاء مثل تلف الأمعاء أو الداء البطني أو داء كرون أو الرذاب القولوني أو نوع من سوء الامتصاص في الأمعاء الغليظة أو الدقيقة. يمكن لتناول مجموعة من المضادات الحيوية أن يدمر القدرة على امتصاص العناصر الغذائية، لذا قد يصاب الشخص بنقص فيتامين B2. هل هو زيادة تناول فيتامين B2 بكثرة ليتمكن الجسم من امتصاصه بالقدر المطلوب؟ إليكم الأطعمة الغنية بفيتامين B2: الكبد ولحم البقر والمحار وأنواع أخرى من المحاريات، والفطر والمكسرات والجبنة والبيض والسمك والخضار. أحدثكم اليوم عن أكثر الفيتامينات إفادة لعرق النسا. عرق النسا هو شعور بالألم يمتد على طول العصب الوركي. يبدأ العصب الوركي من الفقرات القطنية ويمر عبر القسم الخلفي للساقين وينتهي في أسفل القدمين. إنه أطول الأعصاب في الجسم وأدخنها، ويمكن أن يسبب الكثير من الألم، خصوصا عند قيادة السيارة مدة طويلة أو الجلوس كثيرا أمام المكتب. يحتاج العصب الوركي لفيتامينات معينة ليؤدي عمله بشكل صحيح. إن نقص فيتامين B2 الذي يدعى الريبوفلافين يلحق أبلغ الضرر بهذا العصب، كما أن نقص عناصر غذائية أخرى أيضا يسبب عرق النسا. نقص فيتاميني B12